ننتقل الآن لكيفية قياس السرعة أو حساب السرعة الزلزالية. طيب الشيكو أنا تركز هنا، فتركز ونحاول نجيب على هذه الأسئلة. طبعا نحن في الزلزاليات أو في القياسات الزلزالية عندنا في عوامل أساسية للحسابات. مثلا نحن نحسب مثلا هنا الزمان، نحسب المسافات، نحسب السرعة مهمة، ونحسب عمق الاختراق. نحسب الأربعة البارامترز هذه أساسية طبعا، اللي هي نحن نشتيها ونحن يعني بموجبها هذه يتم عمل الخرائط الأساسية لمن المخرجات الزلزالية. طيب إذا الحالة الأولى هنا يقول في دايركت ميثود، في معنى الطرق المباشرة لتحديد السرعة الزلزالية. متى يكون هذا؟ يقول هذا في الدايركت ميثود عندما تتواجد الآبار في الحقل المدروس. إذا في آبار مثلا موجودة متوفرة موجودة محفورة وهكذا، فهنا يعني تسمى يعني اللي هو ايش؟ سهل حساب السرعة الزلزالية ممكن لكل طبقة على حدة. فهنا يقول دايركت ميثود اللي هو A well shooting، يعني معنا حالتين يمكن كيف حساب هذا. و well shooting بما معنى ان احنا نعمل التفجيرات حواف هذا البئر ونرسل الاشعاع الى داخل البئر. طيب هذا الاول بما معنى الجيوفونات تكون داخل هذا البئر كما تلاحظوا هنا، والمصادر الطاقة أو التفجير أين؟ في الحواف بعيد شوي، يعني عامل هنا على شكل دائرة كما تلاحظوا هنا في الرسم المقطع العلوي، يعني التفجيرات من فوق والجيوفونات داخل البئر. إذا يعني في كل طبقة أو حواف الطبقة نقدر نحدد ليش؟ يعني السمك لهذه الطبقة أو العمق، ونقدر نحدد ليش؟ الزمن يعني نحسبه بدقة كمان، ويمكن حساب أخيرا ليش؟ السرعة. إذا السرعة هي يعني كما هو معلوم معنا، إذا هي المسافة على ليش؟ على الزمن. طيب الحالة الثانية هنا البي هذا أب هول سيرفي، أب هول سيرفي. إذا هنا معانا تفجيرات داخل البئر، داخل البئر. شوفوا هنا، هنا الشعاع صادر من السطح إلى البئر، هنا العكس، هنا التفجير داخل البئر والشعاع صادر من البئر إلى الإيش؟ إلى الأعلى، إلى الجيفونات المحاطة في البئر هذا. إذا بيسجل في نفس الوقت. شوفوا المقطع الجانبي هذا، نفس الكلام، نفس الكلام هنا واضح كما هو في الحالة A. طيب إذا نفس ممكن يعني نحسب السرعة تساوي برضو H على T، بسيط الأمر. طيب في الحالة الثانية، الحالة الثانية قلنا الحالة الأولى اللي هو كيف حساب السرعة الزلزالية، قلنا بالطريقة المباشرة. إذا هنا الحالة الثانية indirect method بالطرق الغير مباشرة. ففي معانا قلنا هنا نوعين من نقول arrival time، يعني زمن الوصول للموجات. فطبعا في معانا ريفليكشن، ريفليكشن سايزميك، عادة نحن ناخذ هذه الطريقة للبحث عن النفط والغاز، وذلك لقدرتها على الاختراق الكبير إلى الأعماق البعيدة جدا. التقنيات ممتازة فيها، الحسابات بسيطة وهكذا. طيب إذا النوع الأول هذا قلنا يمكن حساب اللي هو السرعة الزلزالية بواسطة اللي هو reflection arrival time، وهذا هو الشكل، يعني هذا الشكل، يعني هنا شوفوا المحاور، هذا محور السينات مثلا X تربيع، ومحور الصادات T تربيع. شوفوا بينما العكس هنا كما هنا في هذه الحالة في الريفريكشن T وهنا X، لكن هنا T تربيع على ايش؟ X تربيع. هنا
هذا خاصية الهيبربولا إن شاء الله، يعني نحن نأخذها في درس قادم أو ممكن تطالعوها بأنفسكم إن شاء الله. طيب إذا السلوب أو القطاع الزائد، هنا القطاع الزائد والقطاع الناقص كما ذكرتم ودرستم في الفراغية أو الجيومتري. طيب إذا يقول هنا it is defined by plotting t square، إذا مربع ليش الزمن versus distance of جو فونس برضو x square. إذا هنا العلاقة بين مربع الزمن على مربع ليش المسافة. إذا ممكن الحصول على السلوب هذا تانجنس فاي، تانجنس هنا فاي إيكويل AC على BC. إذا while velocity عندما يكون velocity إيكويل واحد تمام على السلوب، قلنا velocity هنا نحسبها، قلنا الـ AC هذا AC نحن ناخذها بمقدار وحدة واحدة. إذا كان مثلا المقياس مثلا 0.2 مثلا ملي سكند، 0.4 ملي سكند، 0.6 وهكذا، إذا ناخذ فقط واحد من هنا إلى هنا بحيث يكون معنا مقدار واحد، ما ناخذوش بمقدار كبير بحيث يعني يتم الحساب ببساطة. إذا هنا معلوم واحد على السلوب، قلنا السلوب بالنسبة للتانجنس هو ايش بما معنى الفيلوسيتي هنا؟ هو المقابل على ليش؟ على المجاور، صح ولا لا؟ اوكي، إذا AC اللي هو المقدار واحد على BC اللي هو ليش؟ المجاور، وهكذا يعني نحن نحسب هذا هو القيمة اللي بنستنتجه من محور السينات. نفس الكلام هنا في الريفركشن arrival time. It is found by plotting T على X. إذا برضو plotting versus distance of Jofons X. وهكذا slope tangents equal phi AC على كذا كذا. نفس الحكاية مع الإيش؟ while velocity واحد على السلوب. طيب هنا different types of seismic velocities، هنا الأنواع المختلفة من السرعة الزلزالية، اللي هو يقول أول نوع الستاكينج فيلوسيتي، ستاكينج فيلوسيتي. طيب أيوة هذه يعني تسمى اللي هو إيش سرعة تكديس ستاك من الطرق وهكذا، فتسمى الايش الستاك. It is velocity of the gives best stack of seismic signal usually driving from the flowing cushion. هذا تحسب بهذا النطاق وبهذه المعادلة، هذه المعادلة اللي هو stacking velocity اللي هو يسمونه سرعة تكديس. بعدين اللي هو root mean square velocity اللي هو متوسط الجذر التربيعي، يعني ممكن حساب من متوسط الجذر التربيعي بالنسبة للسرعة الزلزالية، وتحسب بهذه الطريقة. إذا كان معنا ثلاثة أنطقة، مع يعني في معنا زمن واحد، زمن اثنين، زمن ثلاثة، ومعنا السرعة مثلا سرعة واحد اثنين ثلاثة وهكذا، فيحسب بهذه المعادلة روت مين سكوير. في معنا يقول بعدين هنا الأفريج فيلوسيتي، شوفوا هنا في ملاحظة root mean square velocity is usually higher than average velocity by approximately 5%. إذا يعني هذا اللي هو root mean square متوسط الجذر التربيعي هذا، يقول إنه يعني أسرع من هذا اللي average velocity هذه الثانية أو الرقم ثلاثة بمقدار 5%. بعدين root mean square velocity map give first indication of velocity variation. ايوه يقول لك انه الخرائط الجيولوجي الخرائط عفوا اللي هو روت مين سكوير هذا، طبعا ترسم خرائط للاعماق وهكذا، فتحدد لنا المؤشرات الاولى للسرعه الزلزاليه والتغيرات فيها. طيب هنا الحاله الثالثه هذه اللي هو الافريج المتوسط، صح ولا لا؟ اذا متوسط السرعه هذه ايش كيف تحسب؟ يقول السرعة المتوسطة usually obtained from well velocity survey. هذا تحسب كما ذكرنا في الدايركت ايش ميثود من سابق، اذا تحسب اذا كان من الاعماق عادة من الابر وهكذا.
بعدين هنا الانترفال فيلوسيتي، انترفال فيلوسيتي اللي هو المدى او سرعه المدى، هذا يقول it is average velocity within certain bed or layer. نفس الكلام يمكن تحديدها في الابار، اذا كان مثلا معنا نطاق علوي ونطاق سفلي، اذا يعني يمكن حسابها ببساطه في السونيك لوج سيرفي. اذا في الويل لوجينج يمكن حساب هذه في السونيك، تمام. بعدين يتم حسابها بهذه المعادلات وهكذا. بعدين instantaneous velocity اللي هو السرعة اللحظية، السرعة ليش اللحظية، هذا يعني ممكن قياس هذا في أي لحظة في أي نطاق في أي وقت، يعني إيقاف المؤشر أو اسمه، ويعني يحسب على طول اللي هو السرعة هذه اللحظية في أي من النطاقات. طيب أخيرا يا شباب، في معنا سؤالين هنا، يقول count the factors يعني عدد من المؤشرات controlling seismic velocity of the formation، يعني اللي هي متحكمة قلنا بمن، اللي هو ما العوامل المتحكمة في سرعة الموجات الزلزالية للتكوينات الصخرية، أو عددها. بعدين which quantities are measured and which are computed for seismic data. في حاجة ممكن قياسها، نحن مثلا في الحق في حاجات يعني نقيسها، أنا ذكرت لكم في بعض البارامترات 4 بارامتر أو أكثر من كذا، في منهم هذا يعني يحسب حساب، وفي منه إيش يتم قياسه قياس بالأجهزة. إذا ما هي هذه التي يمكن قياسها واللي يعني يتم حسابها؟ طبعا في مراجع ممكن ترجعوا لهذه المراجع، وأتمنى لكم التوفيق يا شباب، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء، مع السلامة.